بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الاكتشافات الكونية كثيرة جدا، ولكن نختار منها ما يلفت انتباه المؤمن ويجعله يحمد الله تبارك وتعالى. هناك ثلوج تتساقط على كوكب المريخ، دعوني أتأمل معكم هذا الاكتشاف العلمي. طبعا ليست الأرض وحدها التي تتمتع بالثلوج، فقد أثبت العلماء بواسطة المسبار فينيكس التابع لناسا أن الثلج يبدأ في التساقط على سطح الكوكب الأحمر المريخ بحلول موسم الشتاء فيه. طبعا المسبار فينيكس هبط على سطح المريخ قبل سنوات قليلة، واتخذ العلماء قرارا بمواصلة الدراسات العلمية من خلاله. سبحان الله، هذه الثلوج التي تهبط على سطح المريخ يعني شيء غريب جدا. قال تبارك وتعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة في السماوات والأرض وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. لذلك العلماء اليوم يبحثون عن الحياة على ظهر المريخ، لأن الماء موجود، وكان هناك آثار لمجاري أنهار كبيرة جدا موجودة على سطح المريخ، دفنت في تراب المريخ، وقالوا ربما كان هناك حياة ذات يوم. وهذا ما أنبأ عنه القرآن عندما قال: وما بث فيهما، أي في السماوات والأرض. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم، والحمد لله رب العالمين. حتى يتبين لهم أنه الحق.